يلا نفتحها ونقيم هاي. أول شي تعي نورجيني بيها هيك من قدام. مين حاطها؟ هاي أمك. حبيها حلوة شلون هي كيفة؟ زهري. واو شوف الباربي اللي فيها. يلا بعدين ايديها من هون مرايات. كيف؟ هدول مرايات. اوه هاي ايدها. ايدها المرايات. ايدها المراية. كيف؟ لا مش هيك. هذه التانية. اه. اوكي سو هي لازم تكون. عشان هو بابا. وين المراية التانية كاثرين؟ ثانك يو ماما. شكرا. عفوا حبيبتي. انت شطورة انتي. اوكي هلا هيك صار عندنا احنا سيارة باربي عجلها اسود. هادي من قدام وهاي من ورا. عجبتك يا كاثرين؟ ولي عجبته كمان؟ واو كبيرة. شوفي في كمان هنا شطاط عشان ما عشان يحميها. لازم كل ما تطلع تسوق لازم تحط حزام الأمان صح؟ لازم الكل يحط حزام الأمان. ليش ماما احنا نحط حزام الأمان؟ الشرطي ما بخلينا نحط حزام الأمان لأنه هو بس بحب إنه احنا نحطه. الشرطي بحكي لنا نحطه عشان هو بخاف علينا. الشرطي بخاف علينا عشان لا سمح الله إذا عملنا حادث ما يصير فينا إشي. حزام الأمان بحمينا. آه حزام الأمان بحمينا. الشرطي بده مصلحتنا. وهلا أجت باربي. مين بحب باربي؟ أنا. باربي بتقولكم مرحبا. مرحبا. شفتوا سيارتي الجديدة؟ فتحتها. واو هاي باربي بتقولنا مرحبا. بتقولنا مرحبا من سيارتها الجديدة الحلوة. شو البراند تاعت سيارة باربي اللي هي باربي؟ زهري. زهري لونها. ياي. وين بدها تروح مشوار باربي؟ باربي بدها تروح عند سانتا كلوز عشان يعطيها هدية. هاي سانتا. كيف
كيفك يا سانتا؟ عم بعطيك هدية اخواتي. بدي يعطيها هدية؟ بدي يعطيها اخواتها. شو خواتها؟ وينهم خواتها طيب؟ في شنطتهم؟ What's the last one?